نفس الكلام على الوقود، احنا بنتكلم في 10 مليون سيارة بتتحرك كل يوم على امتداد الجمهورية بالكامل. انت محتاج ايضا تجيب لها الوقود اللازم ليهم، وبرضو انت جزء كبير من ده انت بتستورده من الخارج. يتوقع موضوع محطات الكهرباء، تصوروا ان انتم محتاجين في اليوم 18,000 طن مازوت عشان نشغل المحطات بكامل طاقتها عشان توفر الطاقة في ظروف درجة الحرارة المرتفعة اللي مرت علينا خلال الأيام اللي فاتت، ويمكن برضو هتبقى معنا شوية كده. أنا بتكلم يعني أكتر من 500,000 طن مازوت في الشهر، تمنهم تقريبا يعني 300-350 مليون دولار. ده غير الغاز اللي احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني انتاجنا منه بيقدم جزء كبير جدا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي. يعني لو ما كانش الانتاج بتاعنا ده كان موجود دلوقتي كنا احنا هنبقى يعني في ازمة كبيرة قوي الحقيقة. الحمد لله رب العالمين. انا بس حبيت ان انا اطمنكم واقول ان احنا قد تكون الاسعار بتاعت السلع مرتفعة، وده أمر يعني محل تقدير مننا، والحكومة بتعمل دلوقتي على يعني مجموعة إجراءات تخفف من خلالها من آثار هذه الأزمة. يتبقى طبعا الوضع في منطقتنا وفي العالم، وزي ما بقول دايما مصر دايما لها ثوابت في سياستها، بتتسم دايما بأن هي تكون عامل استقرار في محيطها كالعادة. ودي مش أنا بس اللي كنت حريص ان انا ادير سياستنا الخارجية بالطريقة ديت، لكن اتصور ان احنا كان دايما مصر بتتسم سياستها بالتوازن والاعتدال، وما زلنا على كده، لا نتدخل في شؤون الاخرين، ونبقى عامل ايجابي دايما في ايجاد حلول للازمات المختلفة اللي بتمر بمنطقتنا، وهي كتير زي ما انتم شايفين. دول الجوار عندنا، اشقائنا في ليبيا، اشقائنا في السودان، بدون شك الازمات دي لها تأثير علينا ايضا، لكن احنا بنحاول نكون عامل ايجابي في ايجاد حلول لهذه الازمات. ويمكن انتم كنتم متابعين خلال الفترة اللي فاتت مؤتمر دول الجوار، وكان الهدف منه ان احنا بالتنسيق مع دول جوار السودان ان احنا نوجد مخرج او حل سلمي لهذه الازمة حتى تنتهي معاناة الاشقاء، ويعني تعود السودان مرة تانية. يا رب يوفقنا في هذا الامر خلال فترة قصيرة ان شاء الله. ده تقريبا يعني ملخص الموقف، ودايما بقول اطمئنوا مش عشان احنا موجودين، لا عشان انتم موجودين، وقبلنا كلنا في ربنا موجود.